مين انا وقاسي من نقابي غيري ما تقاسم فيش خلقك فيش مصاري ما فيش احسن من القعود لا تهش ولا تمش فيش خلقك فيش مصاري ما فيش بلشت بقرياقوس ورجعت اضفت لها شخصيه ابنه ومرته واولاده ثلاثه قاسم وذوقان وعملنا وقتها سمينا الشخصيه نقيب الفقراء يلي هو اذا بدك حامل رايه المعترين والمهمشين. حضرتك حطت لي ورق بقول هوني ب 5000 معلش بعد اذنك يعني مش قصدي شيء بس ال 5000 الثاني وني يا اخي حطيت ريقي على الطوابع حتى لزقتهم فكرك ريق بلاش انا كان فيها سكتشات مركبة حلو كنت توصل مساجات ومساجات سياسية ولو ما البلد مليار ريق ببلاش ها هنا واحد ببلاش تقدمي مني إلك وهنا واحد للي قاعدك على هالمركز هنا وهنا واحد ستير بتضلك تعوزه يعطيك العافية وصل لمطرح برنامج السكتشات لا أنا قدر أعطي ولا هو قدر يعطيني أنا كان صار عندي طموح مختلف خلينا نقول تما نقول أعلى قالت لي إن ذوقان كسر الأنتان روح وجيب لي دش فش خلقك فش بس قصدي أنت ما كان فيك تاخد قرياقوس معك لمحل أعلى اللي صار بيشبهك بيكفي كان عبالي غير